شركة تايم للفنادق أسست 2012 في دبي، يعني شركة إماراتية. الحمد لله ربنا وفقنا ان احنا حاليا 10 فنادق وهوتيل ابارتمنت مع 3 ريزيدنت في ابو ظبي. فوز دبي بالاكسبو 2020 ده برضو عزز من موقفنا وعزز من موقف دبي للعالميه اكثر. احنا كشركه تايم للفنادق برضو نفس الموضوع، بنحاول نوصل لعدد الفنادق، لعدد الغرف الفندقيه ولعدد اكثر من اللي عندنا حاليا عشان نغطي الجاب اللي هيحصل في 2020. طبعا مع التكنولوجي اللي حصل في العالم السنين اللي فاتت، كان بالنسبه لنا كشركه جديده في دبي ان احنا نختار اور بارتنرز، فدي وجدناها موجوده في دو ووفرت لي كثير كمان اول ما بدانا، لانه لما عملنا الباكج معاهم ربطنا كل الشركه بنفس السيم كارد، حتى السيريال نمبرز اخذناهم من 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 عند دو، ودي وفرت كثير مع الاتصالات الداخليه بيننا وبين زمايلنا او اتصالات الخارجيه. فاي ثينك وي جت ا جود تشويس. ثانك يو دو.